الاخوان راه بن حدوشي كي جاي كيهددني الكراج ديالي، كيقول لي خلص لي الكراوه، وانا عندي الوالد مريض. قلت له ود معاه الناظور يوميا، وقلت له صبر عليا حتى المول عاد نخلص لك الكرا. وجا بغى يحيد لي الساعه ديال الضو، حشمه الدراري تمايا، قالوا له والله هذيك راه الدري اللي عمرها راه هذاك ما غاديش ياكلك في رزقك. اصبر، ودابا هذا النهار الحد لحقها خاليه تمايا، ومشى نوض لي النار في الكراج. هو تيقولها فمو تما، تيقول لك انا اللي حرقت لك الكراج، بغيت تخلص لي الكرا. وكيسال لي شهرين كيسالها لي، نيش كيسال لي 300000 فرانك اللي كيسال لي، راه ماشي كليته ولا شي حاجه. كنقول له طال مولعد عندي الشواء، قلت له طال مولعد نعطيها لك. قلت له دابا عندي الخساره، الوالد مريض كان هود معايا يوميا الناظور. هو الكراج ديالو كاري عليه. شحال فيه تقريبا ديال السلعه؟ كانت فيه شي 2 مليون اللي كانت فيه ديال السلعه اللي كانت فيه. ضاعت لي الماكينه، ضاع لي الكوفلور، ضاعوا لي الجوان تمايا. هذوك الرواد اللي على برا راه فيهم اللي صالحين، اللي فيهم اللي ما صالحينش. هو هكذاك داير، هو كان كيسال لي واحد 300000 ديال الكرا، وانا معاك نبلع دابا شهر وانا نبلع. قلت له تال السبب باش بلعت شنو هو؟ عندي الوالد مريض، كنمشي معاه للطبيب يوميا تقريبا، كنمشي معاه للطبيب، كنجري معاه مريض، كنمشي معاه، وكان هو كنجي نقابلو في الدار انا بيدي. هو كيهددني تيقول لي نحيد لك، تنقول له صبر علي راني ملور، انا الخساره يوميا الخساره 50 70 فرنك ديال الخساره، 100 فرنك ديال الخساره، شكون يعطيها لي؟ هو مهددني تيقول لي نحيد لك الساعه ونحرق لك الكراج، وهو حرق الكراج. انت شنو درتي دابا؟ دابا غادي نمشي ندير به الشكايه للجدارمي، قالوا لي حتى العشيه. جيت عندهم دابا ديروا لي الشكايه، قالوا لك حتى العشيه. حتى المول المغرب. يعني ما بغاوش؟ يمكن ما بغاوش، ولا بغا حتى المول المغرب قالوا لي.